السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة رابعة، عايزين نجري شوية في المنهج، فعشان كده ان شاء الله تلاقوا كده كل يوم فيديو عشان نخلص بسرعة الانجليزي. هناخد يونت 4 بقى، وصلنا لليسون 2 فيها. ليسون 2 where is it، اين هو. تعال نشوف الكلمات. كلمات سهلة، والوحدة انا شايفها يعني كده حلوة، وكلمات عارفينها، يعني اغلب الكلمات بنكون عارفينها وبسيطة. على on في in تحت under فوق above بجوار next to بين between خلف behind أمام in front of مدرسة school supermarket مكتب office مستشفى hospital مول للتسوق shopping mall مكتب بريد post office متحف museum منتزه أو حديقة park. عندي كمان مجموعة من الكلمات هنا. قرية village كنبة couch خطاب litter وردي pink حذاء shoes مريض sick. عندي مجموعة من الفيربز كمان. فيربز عندي يشتري، مجموعة من الأفعال buy يشتري buy يعمل work يرسل send يذهب go يتعلم learn let's learn. يلا بينا نتعلم، وتعالوا نشوف مجموعة من المعلومات. Supermarket is where we buy food. يعني سوبر ماركت هو المكان حيث نشتري بعض منه الطعام. Office is where my mom and dad work. المكتب هو المكان حيث يعمل والدي ووالدتي. Shopping mall is where I buy clothes and shoes. ولا تاني. Shopping mall is where I buy clothes and shoes. مول التسوق هو المكان حيث أشتري الملابس والأحذية. Shopping mall is where I buy clothes and shoes. School is where I learn. School is where I learn. المدرسة هي المكان حيث أتعلم. Hospital is where we go when we are sick. Hospital is where we go when we are sick. المستشفى هي المكان حيث نذهب عندما نكون مرضى. Post office is where we send letters. Post office is where we send letters. مكتب البريد هو المكان حيث نرسل الخطابات. طيب تعالوا كده بقى، عندي هنا listen and read. Reading. My name's Zane. أنا اسمي زين. I live in a village next to the Nile. أنا أعيش في قرية بجوار نهر النيل. I live in a house with my family. أنا بسكن أو بعيش في بيت مع عائلتي. Our house is not the biggest in the village. بيتنا يعني مش أكبر بيت في القرية. It is between a yellow house and brown house. هو البيت اللي هناك ده اللي ما بين البيت الأصفر والبيت الإيه؟ البني. There are tall trees behind the house. في شجر طويل خلف البيت بتاعنا. طيب حروف الجر دي مشروحة في جرامر، في الجرامر يعني مشروح في فيديو لوحده، هتلاقوه على القناة اللي هي preposition of place، حروف جر المكان، هتلاقوه موجود في الجرامر. بس تعالوا نشوفوا الأمثلة بتاعته. The hospital is next to the school. يعني المدرسة المستشفى بتكون بجوار المدرسة. The shopping mall is between the supermarket and the museum.
يعني مول التسوق بيكون بين السوبر ماركت والمتحف. The green street is behind the post office. الشارع الأخضر بيكون خلف مكتب البريد. The park is in front of the shopping mall. يعني الحديقة بتكون أمام مول التسوق. طيب تعالوا نشوف هنا بقى الاكسرسايزز التدريبات، وبرضو هتلاقوا there is و there are موجودين برضو في الفيديو الجرامر. اتفقنا ان السؤال دوت بنشوف رقم الصفحة عندي 201، شوف ورا خالص في اخر صفحة في الكتاب، بنطلع برقم الصفحة وبنقرأ للطفل الجملة كاملة، هو بيقول ايه الكلمة الناقصة وبيكتبها. number one I live in a village next to the Nile، يعني انا بعيش في قرية بجوار النيل. Village هي اللي ناقصة. number two our house is not the biggest in the village، يعني بيتنا مش أكبر بيت في القرية. biggest هي اللي ناقصة. number three my house is between the tall house and the tree، بيتنا بيكون بين البيت الطويل والشجرة. between هي اللي ناقصة. number four the trees are behind the apartments، يعني الشجر بيكون خلف الايه الشقق، يبقى behind هي اللي ناقص. question number two عندي choose the correct answer، اختار الاجابة الصحيحة. number one we buy clothes and choose at the shopping mall، بنشتري طبعا الملابس والاحذية من الاوفيس ولا سكول ولا سوبر ماركت ولا شوبينج مول، لا طبعا من شوبينج مول. طيب number two the hospital is between the office and the school، هنا عندي office and the school يعني مكان ومكان، يبقى اكيد المكان اللي انا بتكلم عنه موجود في ما بينهم هما الاتنين، فبختار كلمة between. number three the note is where we learn، احنا بنتعلم فين، في school ولا post office ولا hospital ولا office، لا طبعا بنتعلم في school، فبقول the school is where we learn school. طيب عندي number four when we are sick we go to the، لما بنكون مرضى بنروح فين، office ولا supermarket ولا hospital ولا school، لا طبعا بنروح الhospital. طيب question number three look read and match، يلا نوصل. number one in front of أمام، أهو عندي قدام. number two shopping mall هو مول التسوق. number three above يعني فوق. number four post office اللي هو مكتب البريد. طيب هنا بيقولي read the passage and answer the questions، يعني هنقرأ القطعة ونجاوب الأسئلة اللي موجودة في الصفحة التانية، نفس القصة بتاعتنا بتاعت زين، فهنقرأها مرة كمان ونشوف التدريبات عليها. My name is زين، أنا اسمي زين. I live in a village next to the Nile، أنا أعيش في قرية بجوار النيل. I live in a house with my family، أنا بعيش في بيت مع أسرتي. Our house is not the biggest in the village، يعني بيتنا مش أكبر بيت في القرية. It is between a yellow house and a brown house، هو بين البيت الأصفر والبيت البني. There are tall trees behind the house، في شجر طويل خلف البيت بتاعنا. طيب هنا بيقول لي read and answer T true or F false، يعني لو هتعمل صح اكتب حرف T ولو هتعمل غلط اكتب حرف ال F. number one زين live in a village، زين بيعيش في قرية، that's true صح. number two our house is the biggest in the village، يعني بيتنا أكبر بيت في القرية، false غلط. number three there are tall trees behind the house، في شجر طويل خلف المنزل، that's true صح. طيب answer the following questions، هنجاوب الأسئلة. number four where does زين live، زين بيعيش فين، أقول he lives طبعا مفرد زيادة حرف الاس، he lives in a village هو بيعيش في قرية. what are behind the house، اللي خلف بيته، نقول there are tall trees في شجر طويل. طيب rearrange the following sentences، تعالوا نرتب الجمل. at اللي هي يعني في، we نحن، school مدرسة، learn نتعلم يعني نحن نتعلم في المدرسة، فبقول we learn at school، we learn at school. طب هنا عايزين برضو بنترجم الكلمات ونرتب بالعربي وبعد كده نرتبها انجليزي. عايز اقول المستشفى بتكون بجوار المكتب البريد، فبقول the hospital is next to the office، the hospital is next to the office، يعني المستشفى بتكون بجوار المكتب. الحديقة خلف المول،
The park is behind the park is behind the shopping mall. The park is behind the shopping mall. عايزة أقول الكهف بيكون في الصخر. The cave is in the rock. The cave is in the rock. أنا بعيش مع أسرتي. أقول I live with my family. I live with my family. طيب the last page آخر صفحة بقى بيقول question number 6 look at the picture and write 4 sentences about it. جايب لي هنا زي خريطة كده وبيقول لي أكتب عنها 4 جمل. تمام. بقول there is a hospital next to school. في مدرسة بجوار المستشفى أو في مستشفى بجوار المدرسة. There is a hospital next to school. عند كمان there is a school in front of the shopping mall. في مدرسة أمام الشوبينج مول. There is a museum behind the office. في متحف خلف البوست أوفيس. يعني أنا اعتبرت البوست أوفيس ده هو اللي في الأمام ورا في متحف. وعايز 4 جمل بس أنا كتبت 3 عشان المكان مش حابة أن أنا أبوظ الشكل. بس ممكن أقول حاجات كتير. ممكن أقول there is a supermarket next to shopping mall. ممكن أقول there is a shopping mall between the museum and the supermarket. ممكن هنا أقول I can see the green street. شايفة الشارع الأخضر. ممكن أقول مثلا there is a post office next to office. في مكتب بريد بجوار المكتب. في يعني ممكن أتكلم كلام كتير قوي عن الصورة دي. طيب هنا question number 7 bank it with the following sentence. يلا نعمل الترقيم بتاعها. The cave is in the rock. يعني الكهف في الصخر. The T capital. وفي الآخر بحط full stop. وبكده خلصنا lesson 2. سهلة وما فيهاش أي مشكلة. بس نتعلم إزاي نقول الأماكن مين جنب مين. مين أمام مين. مين بين مين ومين. فدي يعني أهم حاجة نعرفها. أشوفكم إن شاء الله المرة القادمة. وبرضو بنتكلم عن شايفة المدينة وعن ان احنا نقول هنلف يمين ونلف شمال. فكده هنتكلم عن ازاي نوصف مكان. اعتقد كده my town giving direction. صح direction الاتجاهات اهي. دي هنشوفها ان شاء الله في الدرس القادم. بشكركم جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.